إليك طريقة الإيداع لتمويل حساب التداول باستخدام بطاقة الائتمان. سجل الدخول إلى حسابك عبر بوابة العملاء باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على إيداع من الشريط الجانبي، ثم اضغط على خيارات الإيداع. اختر المحفظة أو حساب التداول الخاص بك على منصة MetaTrader 5. اختر العملة وادخل المبلغ المراد تحويله. تأكد من تطابق اسم حسابك وتفاصيل الدفع. إن شركة إكويتي لا تقبل مدفوعات من أطراف ثالثة، وستؤدي التفاصيل غير الصحيحة إلى رفض عملية الإيداع. اضغط على أيقونة بطاقة الائتمان لتحديد طريقة الدفع. أدخل تفاصيل بطاقتك بما في ذلك اسمك الكامل كما هو مذكور على البطاقة، ورقم بطاقتك، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ورمز التحقق من البطاقة CVV. وثق عملية الإيداع باستخدام تطبيق البنك أو عن طريق إدخال كلمة المرور لمرة واحدة OTP عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل لدينا. قم بتأكيد عملية الإيداع. سنقوم بمعالجة عملية الإيداع. في هذه الأثناء يمكنك تتبع حالة الإيداع من قائمة الأنشطة الأخيرة في لوحة التحكم. تحقق من بريدك الإلكتروني أو بوابة العميل لتأكيد عملية الإيداع. إذا تم رفض إيداعك، يرجى المحاولة مرة أخرى باستخدام بطاقة أو طريقة دفع أخرى، أو اتصل بفريق الدعم للمساعدة. تم الإيداع بنجاح. أنت الآن جاهز للتداول. قم بتسجيل الدخول إلى منصة التداول باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول التي تم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر.